بدر ناني اوماي وا مو شيندايرو ايوه قلنا نروح اليوم النادي نسجل. ان شاء الله كل واحد معه لعبه الا مجودي، هو يلعب علينا انا وامه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير. ايش فيكم خفتوا؟ تذكرون يوم كنا في ميتشيغان، يوم رحنا النادي الحمد لله لقينا نادي جنب البيت وبنسجل كلنا فيه، يعني على اساس ان شاء الله انا انحف يعني. فالمشكلة مو هنا، المشكلة ان معاهم تزلج، ما ادري شو اسمها، وش اسمها هي ريما؟ هي ساحة تزلج. ايش دخل ساحة تزلج؟ وش اسم اللي برجلك؟ تزلج. حتى هي مو عارفة وش اسمها. المشكلة لا في عندها هلمت ولا عزوز هلمت. طيب تصريف يعني. وين الهلمت؟ ما عندها طيب. اهبي والمارت. ما عندها اللي هو هلمت يعني خذه، هذه ايوه حط الشنطة. ها يلا شرفت الحلوة الثانية. زلاجات مين ذي بعد؟ اي اوف احلى. يلا ايش بعد؟ يلا 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 ما شاء الله ناقه. يلا ايوه يا ناس، اخر مره لعبتها قبل يمكن سنتين. يلا يا بابا خذي لك اي درج وطيحي فيه. بابا شكرا لله. اي خير ان شاء الله. ها استسلمت؟ تحاول تصلحها. وش هو تنفخ فيه كفر؟ يلا ها وش هو؟ طيب ندخل النادي يلا؟ اي خير ان شاء الله. يلا درج وين بتروح؟ يلا نشوف. ايوه خله يلا ها. اي عزوز في ناس بس ايش رايك؟ بس كذا شخصتي فيها خلاص. يلا كذا ها مدي زي السمكه. ما واحد ما يعرف يشرح. شكرا للمساعده الحين اسيق. هذا بطريق يا بابا. ايوه اسبح ايوه عزوز دفها من ظهرها وخليها. بابا نو بابا نو اوكي. ايوه على قدر ما ادري وش نمشي ولا ندري عن المكتوب. يلا يلا عزوز دف دف ام للهناك. ايوه دف يلا دال دال. اسحب اسحب عزوز عزوز. لو كان عندي هومت شوف. لو عزوز اسحب ما عندي هومت. بابا ريما المنحدر هذا انا بوقف لك هناك زين. اي اوقف لك وبعدين اشيلك معك. ها اي مين مشكله تعال شيليني يلا. اعوذ بالله. يلا حماس هو الحال والله لو يصير فيك شيء. يلا الله يلعن ابني. عيد انا قلت لك انا اصدق ابوي اكيد بس يعني. يلا انت خلاص ما في فايده نلعب كرم. حال اول ما شفتهم خفت، طلعوا بس مجسمات حتى اللي هناك. ما شاء الله فاضي هذا المطلوب. مجودي الحالة في الساحة كلها. وشو بسم الله عليك وشو يلا رن 2 3. لا ما اقدر انا ابغى امه معه. يلا روح خايف. شوف ما في بزارين هناك. يلا الإجازة طويلة والتسجيل في هذا المركز للعائلة تخيلوا بكم. احنا 6 أشخاص لمدة شهر ب 300 ريال. أكيد أن السعر عندكم هناك يختلف.
لكن المقصد من هذا ان الاجازه طويله، واذا ما شغلت الاطفال او انت اذا ما اشتغلت على نفسك صح حيصير في نوع من الرتابه والملل والطفش وما تدري وش يسوي. فانا انصح ان الاجازه الصيفيه يجب ان تستغل بالكامل. مجدي ماما 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 ايوه 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 اي مجدي خلصت المويه. هذا نشوف ما في خلص المويه. الرجال هون يبغى يرجع مره ثانيه. خلاص روح. يلا يلا هذا هو المسبح بس الحين مقفلينه. ما شاء الله تبارك الله كبير وفي كورسات كلها. ابو الشباب ما بين لك كشتك تعال. لفت نظري هالاعلان يقول وي نيد مور درايفرز، يعني ناخذها ككلمه انجليزيه جديده لكن نشوف هذا الاعلان وي نيد مور درايفرز، يعني نحتاج الى المزيد من السائقين. وش قصه هذا الاعلان؟ هذه قصتها عشان تعرفوا نعمة التلاحم الأسري اللي موجود عندنا، اللهم لك الحمد. غالبية الشعب هنا للأسف ما أن يكبر أبوه ولا أمه يوديه دار المسنين، نقول يعني فئة كبيرة منهم، أو أن هذا الشخص أو هذه المرأة ما تزوجت. مع كبر السن خلاص ما يقدر لا يسوق ولا يروح مواعيد المستشفيات، فهذه منظمة خيرية تقول يا ناس تطوعوا كم ساعة وصلوا هذول الشيبان الى المستشفيات. نقول الحمد لله. انا لو جدي ولا جدتي على قيد الحياه يا الله غلاهم من غلاي ابوي وامي يمكن اكثر شوي. ورجعت لنا جوانا. جوانا خلاص شفتي قفل يا بابا. اه زرت. اها ما عندك ملابس يا بابا. يلا يلا خليكي قد التحدي. ملابسك يلا. بملابسك ها؟ يلا دوت دوت. شوف هذا اللي داخل والله العظيم ولا هو بحاسب حساب. ايه خير ان شاء الله. يلا يلا. ما تبغى تجربي بكيفك. اجل يلا خلينا نمشي. جوانا اكتشفت المكان هذا. والله ما الله يستر بسم الله. والله ظلام. يا جمال المكان لا اله الا الله. سبحان الله العظيم. هذا اعتقد يا بابا ممر سياكل. ممر خلاص يا بابا وين رايحه؟ اليوم ليدر. ايش معنى ليدر؟ قائد. مدير كبير يعني. شوفوا الشجره هذه كيف طاحت. الله اعلم اعتقد انها صاعقه. ممكن. وش مكتوب هنا؟ اقرأ الدايركشن. وين نروح؟ ها؟ شارو اللي هذا. هذا تيني بورن. طيب. يعني روح قدام يسار يمين بس الله يعطيك العافية اللي سواها. نامس نامس والله والله العظيم الحشرات الصغار. مع ان احنا حاطين بخاخ بس يلا يلا تعالوا تعالوا. ليتس جو كشا ليتس جو. تعال ابخر المتابعين. ها؟ ابخر المتابعين. لا يجيك نابس. والله يا هو حشرات لا اله الا الله. بس المكان لا اله الا الله. بجودي رن رن رن. يلا افرحي يا جوانا. بيبي هاسكي. خلاص. يلا خلاص يلا ليتس جو. خلاص يلا يا حبهم. لازم نجرهم عشان يوقفوا. عصبت. ليش تتكلم على جوانا كذا؟ لا تتكلم على جوانا كذا. لا تتكلم على جوانا. شو 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 تحب جوانا. خلاص ابن الحلال انا اسف. خلاص توكل على الله. يا الله قلت له فك الكلب ابي اشيله. يا ربي من ها جوجو. اوكي اشوف جوجو. يا فرحتك يا ابو العطيات. اوه هذا الهوسك الصغير يا زينه زينه.
والشباب هذا نعيمي ذا ايوه يلا ممكن نمشي حقي بليز يلا يا بابا والله طولة وهي قصيرة والله اخيرا والله ما بغوا يمشون خلاص ها نحتاج 10 كلاب حق البيرث داي وكلب معيض بيزعل سوادة بيزعلون ما يصلح ما نقول لهم كيف هذا ما يصلح نخبيهم في الدولاب معيض نخبيهم في الدولاب يلا يلا ايوه يعني انا متسلق الجبال هذا مغامره ايوه اللي انتبه لا يطيح بالزباله انتبه انتبه يلا زباله I won. أنت فزت على مين طيب؟ على الكلاب الصغار ذولك؟ I won trash يلا. في نهاية الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وأهم شيء سبسكرايب باي يلا كلكم اجودي خلاص خلاص يا ابن الحلال اعتقل الكاميرا ديناصور ديناصور بسم الله عليك Are you okay? Are you okay مجودي؟ وشو؟ أكل تعال قول أول مرة أشوف واحد يأكل تراب يا we're looking for small husky, baby husky. يلا ها وشو؟ طيب ندخل النادي يلا؟ اي خير ان شاء الله. اوه هذا الهاسكي. بيبي هاسكي.